الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يكرم اللاعبين المتوجين بإنجازات دولية. الهلال يحتج على هدف حمد الله والاتحاد يؤكد عدم صحة مشاركة أحمد مصطفى. جوميز يربك حسابات رزفان قبل النهائي القاري. نشرة رياضية من الإخبارية، أهلا بكم. كرم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة نجوم الاتحادات الرياضية الذين حققوا إنجازات في عدد من البطولات الدولية والإقليمية، وقال سموه خلال لقائه بلاعبي المنتخب السعودي للسنوكر والمنتخب السعودي للمبارزة أنهم يعملون على اللاعبين تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ليس على المستوى الإقليمي وحسب بل على المستوى القاري والعالمي. قاد المغربي حمد الله فريقه النصر إلى فوز مهم على مضيفه وغريمه التقليد الهلال بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. نتابع هذا التقرير. اتجهت أنظار الجماهير الرياضية إلى موقع الديربي العاصمة والذي جمع الهلال بالنصر على ملعب الجامعة. أمسية رياضية ممتعة قدمها الفريقان في قمة الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبعكس التوقعات البداية لم تكن سريعة وشهدت الدقائق الأولى من المباراة توازنا إلى حد ما في تبادل الهجمات ونسبة الاستحواذ، رغم أن النصر اقترب من مرمى الهلال أكثر من مرة بتسديدات مرابط. الرد الهلالي كان بهدف باغت الشباك النصراوية بعد خطأ مايكون الذي استغله غوميز وأبدع في تسجيله إدواردو. بالتمريرة إدواردو يا رب! ارتفعت وتيرة اللعب بعد تقدم الهلال واستمر الفريقان في تبادل الهجمات حتى أعلن الحكم نهاية الشوط الأول. ومع انطلاق الحصة الثانية من اللقاء كان الهلال قد خسر خدمات غوميز بعد استبداله متأثرا بالإصابة، وبدأ النصر أكثر جدية وإصرارا على إحداث تغيير في النتيجة. ومع الدقيقة 53 تمكن حمد الله من كسر حاجز الغياب عن التهديف بإحراز هدف التعادل. تأتي في مكان رأسية يا رب! وبعد الخطأ الدفاعي الذي تسبب في تقدم الهلال في الشوط الأول عاد البريك لرد الجميل بخطأ آخر قلب فيه حمد الله الطاولة على أصحاب الأرض والجمهور. هنا أمامهم كانت انطلاقتي، أمامهم كانت عودتي، كانت ليلتي، كانت ضربتي، كانت احتفاليتي، الرقم 9 يظهر من جديد في الديربي. وفي الوقت الذي حاول فيه الهلال تعديل النتيجة كان النصر يستدرج خصمه إلى إنهاء المباراة بهذه النتيجة، وهو ما نجح فيه اللاعبون بعد أن تمكنوا من الوصول باللقاء إلى بر الأمان والعودة بنقاط الديربي. من جانبه هنأ رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم جماهير فريقه بمناسبة فوزه على الهلال، وكتب السويلم على حسابه في تويتر: ألف مبروك لجماهير كبير الرياض هذا الانتصار، عامين بلا فوز على كبيرها. كما بارك رئيس نادي النصر الحالي صفوان السويكت لجماهير فريقه الفوز والثلاث نقاط، مؤكدا أن القادم سيكون أجمل بحول الله. كما رصدت عدسة الإخبارية ردود فعل جماهير الهلال والنصر بعد نهاية اللقاء. متابع. بعض اللعيبة اليوم ما كانوا في يومهم وخذلونا، لكن عاد والله ما أبغى أسمي أسماء، لكن عليهم إعادة النظر في المستوى العام بشكل يعني حق الفريق كامل، فريق كله مهزوز اليوم. المباراة كانت جيدة من الطرفين، الشوط الأول كان الهلال والشوط الثاني النصر، والحمد لله على كل حال. طبعا خروج غوميز اثر على خط المقدمه بنادي الهلال، وافتقدوا الراس الحربه الصريح،
بالإضافة إلى النصر يعني عاد توازن مستوى بنص الملعب والحمد لله يعني قدروا يسجلون. شخصية النصر هي اللي تفرض نفسها. الشوط الأول كان فيه تخبط في الأداء، الشوط الثاني مع غلطة البريك والتعادل يعني أقدر أقول لك تفاصيل صغيرة هي ممكن تغير نتيجة المباراة، فغلطة البريك يعني استغلها حمد الله والحمد لله على الفوز. نقول هارد لك. وهذه حاجة ما هي بغريبة ولا هي بجديدة علينا، بالذات في الملعب ده على طول النصر شغال، بالذات في الملعب ده حديقة مرابط وكلنا متعودين، بس جينا نحضر يعني نرفع أنفسنا مع موسم الرياض ومع الترفيه. هذه تغيرت النتيجة عن الخطأ الفردي، والخطاء الفردي مثل ما يقولون قاتلة في بعض الأمور، والله الحمد لله على كل حال، إن شاء الله نعوضه في نهاية آسيا. وفي الديربي أيضا حيث قدم نادي الهلال احتجاجا للاتحاد السعودي على صحة الهدف الثاني للنصر حسب ما أفادت تقارير صحفية، وتضمن الاحتجاج دخول اللاعب الاحتياطي فهد الجماعة للملعب قبل أن يسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني، حيث اختلف فيها خبراء تحكيميين من مدى صحة الهدف أو بطلانه. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا الحكم الدولي السابق عمر المهنة. أستاذي مساك الله بالخير، في البداية هل تعتقد أن احتجاج الهلال لو افترضنا أنه قدم راح ينقبل؟ هلا أختي هيث. لا طبعا هذا يرجع للاتحاد السعودي، قبول أو عدم القبول يرجع للاتحاد السعودي، ولكن احنا إذا نتكلم عن حالة معينة نعطي رأي القانون فيها طبعا. نعم. أما قبول الاحتجاج وعدم قبول الاحتجاج الاتحاد السعودي هو اللي قرر. نعم. طبعا إذا أنت تسألين عن صحة الهدف أو عدم صحة الهدف، طبعا هو في القانون، كرة قانون اللعبة طبعا المادة 3 عدد اللاعبين طبعا، وفي فقرة من الفقرات احراز هدف مع تواجد شخص زائد على ارضية ميدان اللعب. يعني مثلا فريق النصر سجل هدف وفي لاعب زائد على ارض الميدان طبعا. طبعا الحالة هذه اتمنى ان تكون يعني شيء واضح، في حالة يعني في حالة احراز الهدف وقبل استئناف اللعب، وقبل استئناف اللعب إذا شاهد دخول اللاعب النصراوي في هذا الوقت من المباراة ما الحكم عليه؟ هو طبعا الحكم طبعا يعتبر سلوك غير رياضي، ولكن احنا نتكلم دخول اللاعب في أثناء اللي هو يعني لاعب زائد إحراز هدف، لأن في حالات كثيرة، ولكن حالة هذه إذا الحكم رأى أن هذا اللاعب قبل استئناف اللعب يعني بعد إحراز نادي النصر الهدف وقبل استئناف اللعب، طبعا الحكم يلغي الهدف. نعم. وانذار اللاعب واحتساب ركلة حرة مباشرة من وجود تواجد هذا اللاعب. هذا إذا كان الحكم شاهد الحالة هذه وقبل استئناف اللعب. نعم. أما إذا ما شاهد الحالة واستأنف اللعب خلاص الهدف صحيح. واضح أختي؟ نعم. يعني الحكم إذا رأى هذا الحالة قبل بعد التسجيل وقبل استئناف اللعب يلقي الهدف واحتساب ركلة حرة مباشرة وإنذار اللاعب. نعم. إنه كانت وجود اللاعب الزائد. نعم. أما إذا استأنف اللعب سجل الهدف واستأنف اللعب قرار الحكم صحيح لأنه ما شاهد الحالة هذه. طبعا هذا الكلام قانونا وليس اجتهادات. نعم. طيب برايك ايش سبب خسارة الهلال؟ يعني طلعنا في مواقع التواصل الاجتماعي وبالتويتر بالخصوص البعض يقول تغييرات المدرب وتأخيره وغياب كنو، رجح أسباب كثيرة هي سبب تأخر أو خسارة الهلال في مباراة الأمس، وش تعليقك على هذا الموضوع؟ لا شوف أختي، أنا يعني من يوم كنت حكم وأنت يوم مسؤول عن التحكيم لا أتدخل في الأشياء الفنية. الأشياء الفنية هذه في ناس مختصين فيها، ولكن أنت لو سألتيني عن شيء قرار خاص بالتحكيم ممكن لي، ولكن يعني أشياء فنية يعني خاصة في الأشخاص الفنيين يعني. نعم. لأن لا تنسين كلمة حكم أو مقيم حكام يخش في موضوع أشياء فنية تنحسب عليه، وهذا طبعا عادي يعني يمكن تحكم يمكن تفايس جنة حكام ما تدخل في الأشياء. طيب برأيك في مباراة الاتحاد لجأ الاتحاد
إلى هذا الاحتجاج، برأيك أنه هذا الاحتجاج كان عشان يبعد الضغط عن الإدارة؟ اتحاد مين؟ الاتحاد، فريق الاتحاد أتكلم، نادي الاتحاد يعني. لا برضو زي ما قلت لك، احنا يعني ناخذ هل الاحتجاج مقبول او عدم مقبول، هذا راي الاتحاد السعودي. اما موضوع انه مثلا زي ما قلت لك اشياء فنيه او اشياء اداريه، احنا كحكام مفروض ان ما نخش فيها علشان لا تتاول امور اخرى يعني. نعم، يعطيك العافيه. كان معي الحكم الدولي السابق عمر المهنا، جزيل الشكر لك. دخلت جماهير الهلال في حالة من الخوف، وذلك لعدم استكمال المهاجم جوميز الشوط الثاني للإصابة التي لحقت به نهاية الشوط الأول. الأنباء الأولية تشير إلى أن إصابة جوميز عبارة عن كدمة خفيفة لن تعيقه من المشاركة في النهائي القاري المقبل، حيث تعول الجماهير الهلالية على هداف الفريق في البطولة، وتنتظر الجماهير الفحوصات النهائية للتأكد على سلامة نجمها. اقتنص نادي أبها انتصارا ثمينا من مضيفه الاتحاد بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ثنائية أبها جاءت عن طريق كريم عواضي وروبن جابرييل، فيما جاء هدف الاتحاد الوحيد عن طريق البرازيلي رومينو، وبهذا الانتصار رفع أبها رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي الاتحاد عند نقاطه التسعة هابطا إلى المركز الحادي عشر. ترددت أنباء صحفية عن تقديم نادي الاتحاد احتجاجا للاتحاد السعودي على مشاركة لاعب أبها في المباراة التي انتصر فيها نادي أبها، وكان الاحتجاج على مشاركة أحمد مصطفى لاعب نادي أبها من المواليد لعدم انطباق شروط القيد عليه، وكانت الجماهير تداولت صورا للاعب ممثلا فيها المنتخب المصري. إلى الشباب، حيث أعلن النادي عن إصابة محمد السهلاوي مهاجم الليوث خلال تدريبات الفريق استعدادا للمباريات المقبلة، ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر حسابه على تويتر إعلان إصابة محمد السهلاوي بخلع في الكف أو في الكتف، وأثبتت الفحوصات الطبية حاجة المهاجم إلى الراحة من أجل استكمال برنامجه العلاجي. أبدى رئيس نادي عفيف بندر ضلاعي تذمره من وضع ناديه الذي يعاني من عدم وجود مقرا رسميا له، مؤكدا أنه يكاد النادي الوحيد بالمملكة الذي لا يملك مقرا رسميا له. والله أقول لك أنه شيء مخجل جدا أن يكون نادي في المملكة العربية السعودية ما عنده ملعب، ما يتمكن أبناء المحافظة من مشاهدة فريقهم على أرضهم يلعب على أرضهم، شيء مخجل للغاية. أنا أوجه رسالة من خلال هذا المنبر الإعلامي الكبير قناة الإخبارية إلى صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز ابن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه يلتفت إلى نادي عفيف. لدينا منشأة معتمدة من ميزانية عام 34-35 إلى الآن لم نرى شيء، يعني نكاد نكون الفريق الوحيد في المملكة اللي ما يلعب على أرضه، ما نلعب على أرضنا، ما نرتاح مثل الفرق الثانية، كل مبارياتنا سفر في سفر،
كلها مصاعب ومشاكل وتحمل ونفقات ومشقات على اللاعبين جسدية ومعنوية علينا. حتى أنا نفسيا أنا أسافر كل مباراة، كل مباريات النادي أسافر. أهالي عفيف اللي من حقهم أن يشاهدون فريقهم على أرضهم ما أتيحت لهم الفرصة هذه مثل غيرهم من أبناء المملكة. النشرة الرياضية مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. منتخب البرازيل والأرجنتين يعودان إلى السعودية مجددا لخوض مباراة السوبر كلاسيكو.